مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. من بعد نزول الحلقة الأولى وتحقيقها نجاح واسع وكتير كبير، حيث حققت أكثر من 3 مليون مشاهدة لحد الآن وتصدرها للترند العربي، اليوم هو موعد نزول الحلقة الثانية من وثائقي أنس وأصالة. وعد جواني المتابعين أنه رح يسكر قصته مع بيسان نهائيا من بعد تنزيله لفيديو اليوم، واللي رح يكون آخر فيديو حسب ما قال عن الخلاف اللي صار بينهم، حيث كان هدد بيسان بهذا الفيديو من قبل لما يحمله من حقائق حسب تصريحه، وطالبها بالاعتذار أمام الجمهور، ولكن بيسان لم ترد ولم تعتذر. أما أنس الشايب فشارك مجموعة من الاستوريهات قبل موعد سفره، حيث شارك مقاطع من فيديو الوداع اللي صوروا مع بيسان بالأردن لما غادرت الأردن قبل أشهر، وشارك بعدها استوريهات من الطائرة. فهل رح يلتقي أنس وبيسان مرة أخرى، مع العلم أنه بيسان متواجدة حاليا بدبي؟ حبيبي والله العظيم من أحلى الأيام، انبسطنا فيها كثير أنا وبيسان، انبسطنا كثير كثير الحمد لله، واكيد مصورين كثير مقاطع، تعرفنا على بعض كثير بزياده وتعمقنا في بعض كثير. وهون نكون وصلنا لنهايه الحلقه، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناه لتوصلكم جميع اخبار اليوتيوبرز اول باول.